أمرنا حفظهم الله، وهم يقومون ويؤدون هذه الجهود ويخدمون الحرمين الشريفين، وهذه تجسيدا لما تقدمه دولتنا المباركة للحرمين الشريفين. تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرض مصاحب لهذا الحدث الاستثنائي، الحدث الإسلامي، غسل الكعبة المشرفة. ونستعرض في هذا المعرض المبارك الأطياب الخاصة بتطيب الكعبة المشرفة، وهي دهن العود وماء الورد ودهن الورد وأيضا المسك، ويتم مجزها مع بعضها البعض وتخلط بماء زمزم المبارك، ويتم تطيب الكعبة المشرفة من الداخل. تم التجهيز مهندس صفران. نعم ولله الحمد، وجميعها من أفخر أنواع العود وأيضا البخور بعد الانتهاء من التطيب، يتم تبخير الكعبة من الداخل طبعا.